شيل ده بقى خلاص. وهات لنا 2 حلبة وندع فيهم نقطتين لبن سكر زيادة. بيني وبينك أنا قلت أبطل أحسن عشان ربنا يكرمني ما يحصليش زي التاجر اللي أنت كنت تعرفيه. هو أنت إيه اللي أنت قلته لأبويا ده يا ياسين؟ أصل أنا بحس إن ربنا عمل كل اللي حصل ده عشان يبقى بخاطري. أنا كنت كل ما أفكر في الموضوع ألاقيه ما ينفعش، وكل حاجة حصلت خلته ينفع. أكيد ربنا بيحبني. هو أنا ممكن أطلب منك طلب؟ أنا قلت لك قبل كده أنت مش تطلبي، أنت تأمري. بص يا ياسين، إحنا كل ما بيحصل ما بيننا حوار من النوع ده، حتى لو أنت بتتكلم أو بترد على نفسك، مجرد ان انا قاعده بسمعك وانا على ذمه راجل بحس احساس وحش قوي، عشان خاطري ما تخلينيش احس باحساس ده. حقك عليا. خلينا بقى في تقرير النهارده. جات لي وقعدت معايا وحكيت لي على صلاح وخالد الاشقر وقالت لي ان هي عايزه تتطلق، بس بتامن عليا يا ستي الاول هتجوزها ولا لا؟ ما بتضيعش وقت بنت الجزم. البت سارة دي تلاقيها أكتر حاجة في حياتها بتضايقها هي شور العد. دي ضيعوا لها وقتها. ماشي. اتفضل. تمام كده؟ معلش أنا عارفة إن أنا مغلسة عليك جامد. أنا هطلعك عن شغلي. بس هنت. بقول لك إيه يا نعمة؟ بما اني بقيت بقى جزء من الخطه، انت ليه كل شويه تديني حتتين اعملهم؟ انت ليه بتعملينه وعامله بيليا؟ تديني الخطه كلها على بعضها، فاهمين الموضوع؟ عشان مش عامله خطه ثابته يا سين. الخطه بتتغير كل ما بكسب ارض جديده. بس مهما حصل من تغيير، النهايه اكيد هتبقى زي ما انا مخططه لها بالظبط. بقول لك جبت الفلوس بتاعتي ولا لا؟ ما بتردش ليه؟ جاهزين يا ساره. هما فين؟ هديهم لك. انت كذاب، وانا اصلا مش مصدق انك وديت الفلوس البنك زي ما قلت لي. عندك حق، انا فعلا ما وديتش الفلوس البنك. انا عايزه اتطلق يا صلاح وحالا. ده عشان ما وديتش الفلوس البنك، ولا عشان ياسين الألفي الموكل بتاع خالد الأشقر؟ طب بص بقى، طالما فتحت موضوع ياسين الألفي تاني، هو لا هو موكل عند خالد الأشقر ولا حاجة. ياسين كان مصاحب واحدة صاحبتي زمان، وأنا رحت كلمته عشان الموضوع بتاعك برضه. قلت له يكلم خالد الأشقر أو يخلي أي حد من المحامين الكبار بتوعه يروحوا يتكلموا معاه عشان فلوسك. بس أنا محبتش أقول لك إن هو كان مصاحب واحدة صاحبتي عشان ما تفهمش الموضوع غلط. حنونة، خايفة عليا لأفهم غلط. طلقني يا صلاح، كفاية قوي اللي عدينا بيه لغاية دلوقتي. طب مش تاخدي ال 250 ألف بتوعك الأول؟ طب وهم فين ال 250 ألف؟ في دلابك. مش بس ال 250 ألف بتوعك، لا ده كل فلوسي اللي خدتها من خالد الأشقر فوق في دلابك. شفتي بقى أنا بثق فيكي قد إيه؟ ما حطيتهمش في دلاب أمي، وحطيتهم في دلابك أنتِ. يلا نطلع فوق عشان أديكي الفلوس. يلا.